والسلام على أشرف المرسلين. تحية طيبة إلى جميع أطرنا الإدارية والتربوية ولجميع الحضور الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. باسمي وباسم جميع تلميذات وتلاميذ إعدادية ابن سينا ويبالغ الحزن والأسى، نتقدم بأحر التعازي لأسرته الصغيرة والكبيرة ولجميع الأطر الإدارية والتربوية في فقيدهم وفقيدنا الأستاذ عبد القادر بزكارة الذي كان ساهرا على تكويننا التربوي والمعرفي. المرحوم السيد المدير عبد القادر بزكارة وداعا، والأثر الطيب باقي. حضورنا اليوم بهذا الشكل هو للتعبير عن العرفان والوفاء لك. إنه لموقف عظيم، حدث لم نكن نتوقعه بوقوفي هنا لأتحدث عن رحيلك، رحيلك الذي ترك فراغا بمؤسستنا. ثق بأنك ملأت هذه المؤسسة بروحك وإنجازاتك مثلما ملأتها بصوتك وإنسانيتك التي كانت رمز التلاحم والوئام بين تلاميذك بالمؤسسة. كم افتقدنا نظر إلى وجهك البشوش الذي لا تفارقه الابتسامة. كم اشتقنا لسماع صوتك ونصائحك النابعة من القلب. لمسنا فيك مشاعر القوة، عرفنا فيك الأمانة وطيبة القلب. كم هي قاسية اللحظات الوداع والفراق، وكم نشعر بالحزن ونحن نودعك. سيدي، فارقت الحياة تاركا سيرة عطرة وروحا نقية وميراثا من القيم. فيا أيها الإنسان الطيب، كنت نموذجا يحتذى به في البساطة وسمو الأخلاق والتسامح. أعطيت كل ما لديك بلا حدود ودون كلل أو ملل، وجدران مؤسستنا تشهد على ذلك. لقد غيبتك الموت عنا، لكنك ستبقى في قلوبنا، ما حيينا ولن ننساك. نم مرتاح البال والضمير، فقد أديت الأمانة وقمت بدورك على أحسن وجه. أيها الحضور الكريم، إنها الحياة الدنيا فراق الأحبة، ونأمل من الله أن يكون في الجنة اللقاء. أحسن الله عزاءنا وغفر لميتنا وتغمده بواسع رحمته، راجين من الله أن يسكنه جنات الفردوس مع الأنبياء والشهداء والصديقين، وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، كما نطلب من الله عز وجل أن يرزق أهله الصبر والسلوان. وإن لله وإن إليه راجعون. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الحضور الكريم، أنتقل وإياكم إلى كلمات سوحة لأصدقاء وأقارب المرحوم. فمن يريد تقديم؟ نبدأ أول الأستاذ هاشمي، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحضور الكرام، كل باسمه وصلته. لم أكن أتوقع أن أقف هذا الموقف لأتحدث عن أخي الذي لم تلده أمي. جميع الكلمات أجمعت على أن
سيدي عبد القادر رحمة الله عليه كان كتوماً، كتوماً في كل ما يحيط به، يعاني من هنا وهناك، يتلقى، لأن العمل والعمل دائما فيه مشاكل تطرح ولا تجد. سيدي عبد القادر يتحدث عن هذا أو بل يتحدث عما هو إيجابي في غالبية حديثه. سيدي عبد القادر أيضا يعني سيدي عبد القادر أيضا كما قلت بزاف ديال الإخوان اللي تكلموا عليه وسمعت ممثل أو ممثلة ديال الأكاديمية يتحدث عن الصداقة الجارية. نعم بالنسبة إلي ورثت عن سيدي عبد القادر رحمة الله عليه السكن، ورثت عنه الإدارة، ورثت عنه مؤسسة. هذه الأمور اللي طبعا ما كيعرفوهاش الناس، كان بي الناس كانت كتعرف شنو كيتعاش معاه في الخارج وكيف كان ذلك، ولكن بالنسبة إلي كان ورثت عنه السكن. فلم يغادر سيدي عبد القادر رحمة الله عليه سكناه بعدما إلا بعدما صفى كل شيء. نسمع من هنا وهناك من يترك العداد الكهربائي ليؤديه من يليه، ولكن سيدي عبد القادر كان وفيا لالتزاماته. سيدي عبد القادر رحمة الله عليه أيضا ترك صدقة جارية. كلما تجولت في سكنائي أصادف شجيرات هنا وهناك تثمر، فيكون دعائي مع سيدي عبد القادر رحمة الله عليه. تزورنا اللجان في مؤسساتنا فنعطيها ما نريد نهيئ، ولكن كنت لجنة وبحثت في كل الوثائق فلم أجد إلا ذاك الإداري المحنك الوفي. سبقني أيضا بالإشارة إلى نضاله ووفائه. أتذكر آخر محطة، وكان سيدي عبد القادر رحمة الله عليه يعاني من ألم في الرجل، فطلبت منه الحضور ولو لخمس دقائق فلم يتوانى. سيدي عبد القادر طبعا عرفته منذ القدم، ولكن معرفتي به ازدادت عندما تسلمت الإدارة منه، فكان الرجل ويصدق فيه قول ربنا من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. سيدي عبد القادر رحمة الله عليك غبت عنا ولكن لا تغيب عن قلوبنا، لا تغيب عن قلوبنا. وطبعا ربما كان يفترض أن أحضر كلمة، إنما الرجفة التي تصيبني في يدي الآن ولولا تمسك الماء أو إمساكي بهذه الخشبة لما استطعت أن أكمل. سيدي عبد القادر كان الرجل، كان وكان وكان، فرحمة الله عليه. إني داع فأمن، اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته، اللهم أبدله أهلا خيرا من أهله، ودارا خيرا من داره، وزوجا خيرا من زوجه، اللهم تقبله عندك في الشهداء، اللهم يا رب اللهم اسقه من حوض نبينا شربة هنيئة لا يظمأ بعدها أبدا. صدق الله العظيم، والحمد لله رب العالمين. اسمحوا لي.